طيب، لأعضاء حزب العمال ومناصري حزب العمال والناس اللي بدفع لهم حزب العمال وبقبضهم مصاري من جمعيات إسلامية وعربية ومش عارف إيش ويونانية وإلى آخره، ومفلتهم علينا، بيسبوا علينا وبيشتموا علينا وبتهمونا بكل التهم، وانتم يعني انتم بتقبضوا من مره من حزب الخضر ومره من حزب الاحرار ومره مش عارف ايش، وهل وبيسالونا انه ليش انتم بس متخصصين تنتقدوا حزب العمال ومش متخصصين تنتقدوا حزب الاحرار، يعني بتفضلوا حزب الاحرار، حزب الاحرار العنصري، حزب الاحرار اللي مش عارف ايش والى اخره. بحب انا اقول لهم انا بدي ابشركم بقضيه مهمه اليوم، مشارة يعني لازم انتم تفرحوا فيها ما دام انتم مقتنعين بحزب العمال وانسانيه حزب العمال وقياده حزب العمال ومش عارف ايش حزب العمال وحزب العمال اللي بيجيب لنا والسنتايلينك والمش عارف ايش. بحب ابشركم انه حزب العمال يعمل جاهدا الان من اجل انهاء اي معارضه لخطواته في فرض سياسة الجندر الجنونية المدمرة حتى في المناطق المحافظة اجتماعيا، في المناطق اللي هو مسيطر عليها ولكنها محافظة اجتماعيا. شو يعني محافظة اجتماعيا؟ يعني في مناطق زي أوبن وبنكستاون وما حواليهم، هذه مناطق مهاجرين جدد ومعظمهم الناس لسه جايين جديد من بلدان محافظة اجتماعيا، محافظة أخلاقيا، والعائلة عندهم مهمة جدا، أهم من الأكل وأهم من الطبيخ وأهم من السنتايلينج. مثل بنك، زي ما قلنا، مثل بلدية بنكستاون، بلدية كامبيلاند اللي بتضم، بلدية كامبيلاند بتضم يعني تجمعات هائلة للعرب والمسلمين والمهاجرين الجدد في مناطق أوبن وليدكم وميريلاندز جيلفيد وجرانفيل والى اخره. حزب العمال الان، اعضاء البلديه في بلديه كامبيرلاند الان يحاولوا ان يفرضوا سياسه الجندر على البلديه. كيف؟ هسه صار لهم اسبوع في نقاش محتدم بينهم وبين الاعضاء البلديه المحافظين، ومعظمهم محسوب على حزب الاحرار او كانوا اعضاء بحزب الاحرار أو نزلوا مستقلين ولكن هم أصلاً أعضاء بحزب الأحرار. حزب العمال شو بقول؟ بقول لازم نسمح بما يسمى إدراج ستوري تيلينج، إنه يجي يوصل على المدارس والمكتبات العامة والجامعات وإلى آخره، بحيث إنه يلموا هالأطفال ويجيبوا واحد عنده جنون بسموه جندر ديسفوريا. هذا الجندر ديسفوريا بالمناسبة حسب كليات الطب كلها، راجعوا على الانترنت، اكتبوا جندر ديسفوريا، هي عبارة عن مرض نفسي عميق الإنسان ببطل يعرف، في عنده اختلال وظيفي معين، اختلال نفسي معين. الرجل بحسب حاله مرأة، أو ممكن يحسب حاله سحلية، ممكن يحسب حاله كلب، ممكن يحسب حاله سلحفة وإلى آخره. حزب العمال الآن بده يقنعنا إنه هذا مش مرض نفسي، وإنما هذه هي الطبيعة البشرية، واللي ما عندوش جندر ديسوري هو المريض نفسيا. وشو بده يجيب؟ بده يجيب واحد طويل طويل عريض، شنباته لحيته، شعر رجليه أطول من لحيتي، بيجي لابس بس قطعة صغيرة هيك مغطي العورة تبعته، وبصير يحكي قصص جنسية للأطفال الصغار عمرهم أقل من 12 13 15 سنة، ويصير يعمل حركات جنسية وهو شبه عاري في المكتبات العامة والمدارس الحكومية وغيرها. بداعي إنه لازم الأطفال اللي هو بالأساس عندهم يعني ضياع بالهوية الجندر، إنه يقولوا هذه منيحة، يعني مش إحنا لحالنا، في ناس كثير زينا معهم هذا المرض النفسي، وبالتالي لازم نعلن إنه إحنا سحالي، حيايا، كلاب، بسس، مش عارف إيش، جاد، إلى آخره. في بعض الناس بتحسب حالها إنه صخرة وعاملوني كصخرة مثلا وإلى آخره. هذا نتيجة هذا المرض النفسي، ومرض نفسي، وحسب كل كتب الطب اللي تدرس بجامعات العالم كلها، هذا الشخص اللي عنده هيك مرض
لازم يتعالج، اما يتعالج نفسيا ويتعالج بالهرمون ثيرابي ويتعالج بشغلات كثيره. الان حزب العمال وحزب الديمقراطيين بامريكا عاملين، والخضري طبعا على راس القائمه، بيقول لا هذا هو الطبيعه الانسانيه، ممكن يكون الانسان هو عنده شعور سحليه لازم نعامله كسحليه، وما ندعسش عليه، ما ندعسش عليه ونراعي شعوره. طيب يا سيدي انتوا راعوا شعوره وخليه عندكم، بس ما تيجي تفرضه على ابني اللي صار اللي عمره لسه 12 سنه. وانا حقيقه يعني عشان هيك قلنا انه هذه الولايه، ولايه نيو ساوث ويلز، هي الولايه الوحيده التي لا يوجد فيها اي قانون لفرض جنون الجندر على الناس. ليش؟ لانه حزب الاحرار صار فيها حكمها 11 سنه ومنع وصول هذا الجنون الى 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 الى, إلى الببليك ديسكورس، يعني الى النقاش العام. اللي عنده مرض نفسي يروح يتعالج عند الدكتور، يروح يشوف قضيته، يشوف نائب حزب الخضر خليه او حزب العمال خليه هو يساعده، بس يبعد عن عائلتي انا، يبعد عن اطفالي، ولن نسمح له. والان خلال اقل من سنه صار له بس حزب العمال 10 شهور بحكم الولايه بلش يخرب. وودونا انا شخصيا ودولي من اول ما اجى حزب العمال افتتح وساخاته وقذاراته، انه اجتني رساله من المدرسه انه رايحين نعلم ابنك في درس خاص بدنا ندخله عشان يتعلم عن انه ما هو تعدد الجندر. وعلى طول حكينا مع الاهالي الاطفال اللي موجودين في المدرسه، ورحنا قابلنا المعلمات والمديره انه اذا بتعلموا هيك ماده احنا بدنا ناخذ اطفالنا ونطلعهم من المدرسه، ديروا بالكم. واوقفنا هذه المهزله. حتى الان لسه حزب العمال ما شرشش في هذه الولايه، ولازم نقطع شيوشه عشان ما يشرشش، لانه اذا مدت فتره حكم حزب العمال راح يعجبوا فينا، راح يعجبوا علينا زي ما عجب دان اندروز بولايه فيكتوريا. والان تعتبر ولايه فيكتوريا ولايه فاشله اقتصاديا واجتماعيا واخلاقيا، ومصدر كل الموبقات في البلد، مصدر المخدرات بتيجي من مصدر كل وساخات البلد جاي من فيكتوريا، وهي ارخص ولايه لانه يعني اعداد هائله من سكان ولايه فيكتوريا هربوا منها وقاعدين في الولايات الثانيه اللي الوساخات فيها اقل. وعشان نمنع تحول هذه الولايه الى ولايه زي ولايه فيكتوريا لازم نوقف مع بعضنا، ونحن الان ننسق مع كل القوى المحافظه عشان نرسل رساله لحزب العمال. إما أن تعودوا عن وساختكم وقذارتكم واستهزائكم بأخلاق العالم وبتقاليد العالم وبمعتقدات العالم وبمصالح العالم، وإلا سيكون مصيركم إلى مزبلة التاريخ. طبعا هو حزب العمال يدرك تماما إنه إلى مزبلة التاريخ قريبا، ويعرف تماما إنه في أي انتخابات قادمة الاحتمال الأكبر أنه سيسحق سحقا تاما، وهسه قاعدين بتحضروا لأول انسحاق في ولاية غرب أستراليا قريبا، في عندهم انتخابات. طبعا اليوم في ولاية فيكتوريا كان في انتخابات فرعية، لأنه نائب حزب العمال، نائب النواب حزب العمال ميرفي مات، قالوا سرطان، ما حدا عارف هل هو سرطان او هو مضاعفات للمطاعيم او هو مضاعفات، ما عرفناش. المهم مات فجأة، فعملوا انتخابات فرعية اليوم. النتائج الأولية كارثية على حزب العمال والخضر، حزب العمال والخضر. يعني الانتاج الأولية أنا اطلعت عليها قبل ما أعمل هذا الفيديو، النتائج بتقول انه حزب الاحرار ارتفعت التصويت لحزب الاحرار بمعدل 8%، وانخفض التصويت لحزب العمال والخضر مع بعض هاي حوالي 7 أو 8%. بمعنى انه لو صارت الانتخابات اليوم وحدثت ما حدث في دانكلي حدث في كل استراليا، حزب العمال سيختفي من كل استراليا. ليش؟ لانه من اول ما اجى
ابو هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الوسخ طوني البانيزي شو صار؟ انهيار اقتصادي، انهيار اخلاقي، ازمه سكن هائله، ازمه محروقات، كهرباء، فواتير الكهرباء تضاعفت، هم معترفين 40% بينما هي اكثر، كوارث اقتصاديه واخلاقيه، والجندر والمش عارف ايش. وهي اليوم قاعد بركض زي الهبيله باوكسفورد ستريت مع الماديجرا، مدشر كل مشاكل البلد والازمه الاقتصاديه الخانقه والتضخم الهائل وازمه السكن وازمه الطاقه وارتفاع فواتير الكهرباء والمي والمش عارف ايش، وداير زي الهبل ماشي بالشوارع ما حدا عارف ليش. شو بدكم طيب اللي ماشيين اليوم؟ شو بدكم؟ شو بدكم اكثر؟ شو بدكم؟ ما حدا عارف، حقوقكم كلها ماخذينها واكثر. شو بدكم اكثر من هيك؟ شو نعمل لكم يعني؟ ما حدا عارف. وهذا حزب العمال مش بس هيك، بده يقضي على العائله، العائله اللي لسه بتحافظ على كرامتها وعلى اخلاقها وتقاليدها وعاداتها وقيمها، بدهم يجوا يدمروها غصب عنهم، بدهم يعلموها بالمدارس، بدهم يعلموهم بالمكتبات العامه. ومين اللي بقود هذا الجنون؟ جنون الجندر وجنون المخدرات، اعضاء البلديه المسلمين، عشان يسمعوا لقلنا لكم حظيناكم، قلنا لكم حظيناكم ما تنتخبوا حزب العمال ولو بكذبوا عليكم وبدفعوا مصاري لهذا الشيخ وهذاك الشيخ. اعضاء البلديات من حزب العمال مثل المحجبه صابرين فاروقي وعلا حامد ومحمد حسين ومش عارف مين وجهاد ديب في في في, في الولايه ومش عارف ايش، هم اللي بقودوا فرض الجندر والسماح بـ 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 بالادمان على الكوكايين والمورفين، هم اللي بقودوا هذا الموضوع. كذبوا عليكم وقالوا لكم انتخبونا احنا مسلمين زينا زيكم، احنا راح ندافع عنكم وعن قيمكم وعن حقوقكم وعن كذا والى اخره، وهم الان قاعدين بحاربوا اعضاء البلديات المحترمين المحافظين اللي قاعدين بيقولوا ما لازم نجيب واحد معه مرض نفسي وغير مستقر نفسيا ومزلط ويقوم بأفعال جنسية مفضوحة وقصص جنسية يجي يتعرض لأطفالنا. ما بصير يعني، ما بصير. وبتيجي المحجبة مرة ثانية صابرين فاروقي وعلا حامد ومحمد حسين بيطلعوا بيقولوا لا لازم نسمح لهم، هذه حرية. حرية ايش؟ ليش لما كان حزب الأحياء بالحكم ليش ما جيتوا قلتوا لنا بأنكم تعملوا هذه الحرية؟ ليش ما استجيتوش تحكوا هالكلام؟ ليش؟ لأنه وزارة خاصة بالحكومة تعنى بشؤون البلديات، يعني في اسمها في وزارة شؤون البلدية، أي بلدية بتطلع عن الخط ممكن حلها بيجي وزير الشؤون البلدية بحلها. لما كان حزب الأحرار بالولاية كانوا عارفين، كانوا متأدبين، الولايات البلديات اللي كان يحكمها حزب العمال كانوا متأدبين، بيعرفوا انه في وزير بده يحطهم عند حدهم. وبلدية أوبن انحلت اكثر من مرة، بلدية ليفربول انحلت اكثر من مرة وتحقق معهم، وخصوصا اعضاء البلديه من حزب من الحزبين تحقق معهم. لكن الان لانه حزب العمال عارف الحكومه الفدراليه عمال والحكومه الولايه عمال والبلديه عمال، وبنعمل اللي بدنا اياه، بنخرب اللي بدنا اياه، بندمر اللي بدنا اياه، لن نسمح لكم. وهذول المرتزقه اللي قاعدين بحطوا كومنتات سنفضحكم، واي شيخ اي شيخ او اي معمم او اي رجل دين بده يطلع بالانتخابات اللي جاي ويقول صوته لحزب العمال سوف نفضحه في كل مكان وسوف نشهر فيه من الان. ها من الان حطوا ببالكم، من الان حطوا ببالكم، اي واحد بده يجرأ يقول صوته لحزب العمال او الخضر سنفضحه على اساس انه هو يشجع
تخيلوا انه رجل دين مسلم او مسيحي يشجع المخدرات والدعاره والجندر، تخيلوا لنشوف باي 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 كتاب مقدس موجود هذا الموضوع. زي ما قلنا سنفعل ما يمكننا وما نستطيع، وسنتحالف مع الشيطان لإسقاط حكومة الكوكايين، حكومة العمال والخضر، حكومة الجندر من وإخراجها من هذه المناطق بالكامل، كما تم إخراجها من منطقة فيفيلد، وكما تم، ومش مستحيل يعني، كان حزب العمال بحصل في ولاية في منطقة فيفيلد في مقعد فاولر، كان حزب العمال يحصل على 70%. الانتخابات الماضية ما جابوش 40%، وسقط وأخرج من المنطقة، وكما أخرج من فيفيلد يجب أن تتضافر كل الجهود لإخراجه من بنك ستار وأوبن وليدكم وغيلفيرد وميريلاند وكل المناطق، لأنه هذه المناطق يجب على الأهالي أنهم ينتبهوا. نحن لا نتحدث عن أيديولوجيا، نحن لا نتحدث عن رفعوا السنتي لينك 5 دولار ولا نزلوا 5 دولار، خفضوا علينا التاكس، هسه فرحان هذا الهبيلي هذا أنطوني ألبانيزي هذا المعاق فرحان، قال والله احنا خفضنا التاكس على 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 الناس. شو طلع امبارح؟ بطلع على تقرير، طلع مخفضين علي تاكس 150 دولار بالسنة، يعني انا مستفيد 150 دولار، انا ارتفع الايجار علي 100 دولار بالاسبوع، ارتفعت الكهرباء علي، الكهرباء تضاعفت، لما تضاعفت زادت علي 400 دولار بالثلاث اشهر. شو بتيجي بتعطيني 150 دولار بترجع لي 150 دولار من التاكس كل سنة؟ شو هالوقاحة؟ هذه وقاحة، وان لم تستحي فافعل ما تشاء. وهو يدرك حزب العمال يدرك انه الان وصلوا الى طريق مسدود، هم وهذاك حزب الخضر، واذا كان حزب الخضر يعتقد بهذه المسرحية اللي عاملها وهاي شو اسمها، هاي المرتزقة، هاي شو اسمها، فاروقي، مهرين فاروقي، وهي اخت المحجبة صابرين فاروقي اللي قاعد بتدفش من اجل نشر ثقافة الجندر في ولاية في كامبيلان، في بلدية كامبيلان. هاي مهرين فاروقي قال حاطة العلم، حاطة الحطة الفلسطينية، وبالبرلمان بتعيط قاعدة، وهي اكذب من الكذب. ماشي، لأنه حزب الخضر 70% من نوابه يهود صهاينة. وأول بيان نزلوه في 7 أكتوبر، في 7 أكتوبر يطعن بالشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني، ويصف الشعب الفلسطيني وقواه الحية بأنهم إرهابيين. ولما بسنة 2003 قامت الحكومة الفيدرالية وضعت كل قوى المقاومة في المنطقة على لائحة الإرهاب، حزب الخضر بوب بريان وقف بنص البرلمان وقال نؤيد هذا بشدة، هذول الإرهابيين يجب أن يعاقبوا عقابا شديدا. ولم يتحدث ولا واحد فيهم جوا البرلمان. شو بدكم في 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 المظاهرات بكذبوا عليكم زي ما بدهم، بالبرلمان طالبوا بمعاقبة إسرائيل، طالبوا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، انزلوا مظاهرات. بوب براون لما كان يجي الرئيس الصيني على أستراليا كان ينزل في المظاهرات إنه اطردوا لهذا المجرم، ويتم اعتقاله عدة مرات هذا زعيم حزب الخضر، بينما لم يتظاهر نائب واحد أمام من حزب الخضر أمام السفارة الإسرائيلية أو طالبوا بطرد السفير الإسرائيلي. فهذا الكذب، وقفوها. هذا ولن نستفيد، لأنه حزب الخضر الآن في دنكلي خسران 50% من شعبيته، لأنه انكشف اللي دمر الاقتصاد هو التحالف بين حزب العمال والخضر، وكذبوا علينا بالتغير البيئي ومش عارف إيش، ولازم نسد محطات توليد الغاز والفحم ومش عارف وآخره، وهذا هو الذي أدى إلى الدمار الاقتصادي الشامل الذي تشهده أستراليا الآن. وهسه حزب الخضر طبعا من 30 سنة قاعد بطالب بنشر ثقافة الجندر،
احنا ما عندنا مشكله بالمناسبه، واحد عنده مرض نفسي الله يعينه يروح يتعالج، ما عندنا مشكله، بس ما يجي يقول لابني انه انت ممكن تكون زيي، ولازم تكون زيي، لانه احنا الصح وهم الغلط. واذا انا قلت له لا لابني بنحط بالسجن 10 سنوات، ما بدنا نوصل لهالمرحله، لانه هذه مرحله خطيره، مرحله انه تقلبوا الاطفال على ابائهم، ومش بس هيك تمنعوا الاطفال ان يستمعوا لابائهم، هذه اخطر شيء ممكن يفعله اي نظام دكتاتوري، اي نظام مجرم، والان حزب العمال وحزب الخضر قاعدين بيعملوا فيه. تابعونا، اعملوا لنا سبسكريبشن اذا بدكم توصلكم اخر المعلومات، سنتابع ونحن على اتصال مباشر باعضاء البلديات اللي قاعدين بقاوموا هذا الموضوع، وفي اول دراج ستوري تيلينج سنكون على رأس المتظاهرين لمنع هذه المهزلة الأخلاقية. طبعا اتصلوا، احنا مهمنا انكم تتصلوا بممثليكم في البلديات، وخصوصا المحجبات والمسلمات والمسلمين اللي كذبوا عليكم، قالكم احنا مسلمين زينا زيكم ورح نمثلكم، أو مش عارف أو عرب أو يونان أو إلى آخره، ولما دخلوا جوا خربوا الدنيا، هم اللي بخربوا بالدنيا قاعدين، لأنها هي صابرين فاروقي هي اللي واقف الآن من أجل تمرير قصص الدمار الأخلاقي، قصص نشر الفضائح، هذه الفضائح، هذا الجنون. ولو انشق هذول المسلمين عن حزب العمال سقط حزب العمال في المنطقة، لأنه حزب العمال عنده أغلبية واحد من 16 من 15 عضو في البلدية، في 8 عمال والباقي غير عمال، واحد بس ينشق بيخسر حزب العمال الأغلبية وبصير بالأقلية، وممكن إخراجه من حكم البلدية والإتيان برئيس بلدية مستقل أو محافظ. هذولا في عنا 3 أو 4 مسلمين بكامبرلاند، وفي عنا 3 أو 4 مسلمين ببنكستاون. طبعا أنا قاعد بحكي ليش مسلمين، لأن المسلمين في بلدية بنكستاون يشكلوا أكثر من 45% من السكان، وفي بلدية كامبيلاند يشكلوا أكثر من 35-40% من السكان، وبالتالي هم أغلبية. لما يطلع ممثليهم في البلدية ويأيدوا الجندر معناته كارثة، كارثة. ولازم تسألوا حالكم، هل إحنا بدنا هيك؟ بدنا هيك؟ ما أعتقد أي واحد يقبل على نفسه هذا السقوط الأخلاقي، هذا السقوط القيمي، هذا السقوط اللامبرر، يعني في وحول، في هذه الوحول، في وحول توزيع الكوكايين والمورفين على الشباب، في وحول منع الآباء التحدث مع أبنائهم عن المشاكل التي قد تواجههم وقد يؤدي إلى أنه يصير في عندهم ارتباك معين. لازم الأب والأم هم الخط الأول لمعالجة الأبناء ومعالجة مشاكلهم، ويجب أن لا يسمح للحكومة والسلطات أن تتدخل بين الأب وابنه إلا إذا كان هناك اعتداءات جسدية ولفظية وإلى آخره شديدة من الآباء على أبنائهم. أما الأب بده مصلحة ابنه، بده ابنه ما يصيرش عنده مرض نفسي، بده ابنه يكون سليم، هذا لازم الأب يعطى جائزة، مش ينحط بالسجن 10 سنوات. تابعونا، شاركوا واعملوا سبسكريبشن، ونراكم عن قريب.